مرهق الحديث مع الفنان السوري الحلبي سعد يجان، ومشوق في أن مرهق لأنه يسلب من السامع كل التركيز عندما يتناول تجربة حياته الفنية التي تربو عن نصف قرن، ومشوق بشكل دراماتيكي عندما يروي أخبار حلب ومحل بمنزله الكبير بعد سيطرة المسلحين عليه وتحويله إلى مركز عسكري وإحراق لوحاته وكتبه. والله تناوبوا على البيت، يعني القوى اللي كانت موجودة بالمنطقة اللي هي غرب حلب ما بين جبهة النصرة وداعش استولوا على البيت، وأول شيء عملوه حرقوا لي اللوحات. كان عندي مجموعة لوحات تبع ألف ليلة وليلة بحدود 22 لوحة مترين وعشرين بمتر 80 سيري، كنت عامل ألف ليلة وليلة، هي حرقوها وحرقوا المكتبة وراها. كلما طال الحديث معه تتوالى المفاجآت التي يرويها ضاحقاً، فما قصة تلك الرصاصة التي ما زال يحتفظ بها داخل شقته البيروتية؟ تعرضت لطلق ناري مرة، ومرة لخطف ثلاثة أيام، ومرة نزلت طلقة بظهري، ومرة نزلت طلقة براس أنفي محتفظ فيها، عملت لها بيت مثل خاتم الألماز واحتفظت بها الطلقة لأنه كادت أن تودي بحياتي مثل ما بقولوا الأدباء. والله تناوبوا على البيت، يعني القوى اللي كانت موجودة بالمنطقة اللي هي غرب حلب ما بين جبهة النصرة وداعش استولوا على البيت، وأول شيء عملوه حرقوا لي اللوحات. كان عندي مجموعة لوحات تبع ألف ليلة وليلة بحدود 22 لوحة مترين وعشرين بمتر 80 سيري، كنت عامل ألف ليلة وليلة، هي حرقوها وحرقوا المكتبة وراها. هي اللوحات اللي خسرتها اللي ما بقى ممكن تتعوض، وهي إنه أرسم غيرها ما أرسم غيرها بالنسبة لي غير واردة، فراحت. وبالوقت أزمت أنا شوي لفترة بسيطة، بعدين نسيت الموضوع لأنه أنا شخص عندي قوة للحياة، ولذلك مثل ما أنا عملت البيت برجع بعمل، مثل ما رسمت برجع برسم، لأنه طبيعة تواصلي الحياتية مرتبطة على موقفي من الرسم. سقف غربة بيروت يقول سعد يجان لأنها الأقرب جغرافيا ونفسيا إلى حلب، فيها يرسم يلاقي أصدقاءه يزور المعارض الفنية، لكن القلب والروح هناك في مدينة حلب. لبرنامج اليوم على الحرة مصطفى عاصي، بيروت.